بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد وحصاد الأهلي. النادي الأهلي بيستكمل رحلة البحث عن التأهل من تونس. لقاء الذهاب إن شاء الله أمام النجم الساحلي يوم الأحد المقبل في ملعب سوسة. النادي الأهلي يستكمل رحلته هناك ومعسكره الإعدادي لهذا اللقاء. كابتن حسام البدري في الأيام الماضية ابتدى ياخد الأمر بالشق التدريجي. امبارح كان في تقسيمه قويه جدا وكان في تركيز على كيفيه الهجوم وخد مجموعه مع المهاجمين وتم هو الاشراف عليهم، وايضا الكابتن احمد ايوب المدرب العام كان خد مجموعه من المدافعين وتم الاشراف عليهم. النهارده كان في تجهيز في مران النادي الاهلي وابتدى يبقى في شكل لمعالم طريقه اللعب النادي الاهلي اللي هيأديها امام النجم الساحلي. المباراه يوم الاحد المقبل بإذن الله. إذن الرتوش الأخيرة والمحاضرات المتوالية ابتدت تتوالى من الكابتن حسام البدري منذ انتهاء ماتش الترجي. أعتقد أن أول محاضرة لكابتن حسام البدري مع لعيبة النادي الأهلي كان بعد التأهل من ماتش الترجي، وابتدى تاني يوم بإزاي نعد نفسينا للقاء النجم الساحلي. في نغمة سائدة في بعض التصريحات لبعض المدربين اللي بيقولوا ان النجم فريق سهل والنادي الاهلي قادر على انه ينهي الامور، وده انا مختلف معاه بشكل كبير جدا. مش هتلاقي فريق يصل لدور نصف نهائي في دوري ابطال افريقيا من شمال افريقيا ويكون فريق سهل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، فريق النجم وارد ان هو ما عندوش النجوم الكبيره جدا اللي انت ممكن تخاف منها زي بعض الفرق الأخرى، ولكن فريق النجم الساحلي على أرض وسط جماهيره من الفرق اللي ممكن تسبب لك قلق في بعض الأوقات. وارد أن التحكيم ممكن ما يبقاش على المستوى المطلوب في سيناريوهات كتير جدا ممكن تقلب موازنة الأمور. نادي الأهلي يجب عليه أن يأخذ هذا الشق بأن أنا بلعب الشوط الأول في تونس، عندي شوط تاني في القاهرة، ولكن ولما لا أخلص من الشوط الأول في تونس وأعمل نتيجة إيجابية تريحني بشكل كبير جدا في لقاء العودة في مصر. وهو ده أهم الحاجات اللي هيركز فيها الكابتن حسام البدري في طريقة استعداده لهذا اللقاء. النهاردة عقد محاضرة فنية الكابتن حسام البدري قبل المران اللي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب الجامعة بالعاصمة تونس. إن شاء الله فريق النادي الأهلي هيبتدي يسافر لمدينة سوسة في الغد إن شاء الله الخميس. وفي خلال المحاضرة شاهد الكابتن حسام البدري وشرح للعيبة الجوانب الفنية والتكتيكية واللي هيحاول ان هو يطبقها في لقاء ان شاء الله يوم الاحد المقبل امام النجم الساحلي. الكابتن حسام البدري عنده حلول كتيره ما شاء الله، عنده سيناريوهات كتيره. تألق اجاي، وجود ازارو، ده الان في مفاضله هل هيبدا باجايه وخلفه مؤمن ووليد سليمان، هل هيبدا بازارو ومعاه اجايه، هل هيبدا بازارو زي ما بدا الترجي واجايه يكون ورقه رابحه. عنده حلول كتير جدا وارد انه يستخدمها في هذا اللقاء. في تدريب شاق حصل لحراس المرمى في النادي الاهلي، طبعا التدريبات في على منتهى القوه، شناوي وشريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم، كابتن طارق سليمان اداهم تدريب شاق جدا 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 وركز على التعامل مع الكرات العرضيه والضربات الثابته، ودي ابرز معالم الكره الشمال افريقيه، مش هقول الكره التونسيه بشكل كبير. فكره النادي الاهلي من اول الفرق اللي واجهها في دوري ابطال افريقيا كان فريق المستقبل المرسى التونسي، وكان في بطوله كاس الامم عفوا كاس الكونفدراليه في 85 كان الاهلي تغلب على فريق المستقبل المرسى اهداف مقابل لا شيء. النهارده بيواجه فريق عنده خبره افريقيه وواجهه قبل كده في سواء في نصف النهائي او في النهائي دوري ابطال افريقيا كثيرا، واجهه في لقاء السوبر الافريقي كثيرا. النجم من الفرق اللي معتاده انها تكون متواجده في دوري ابطال افريقيا ويكون لها حظوظ في انها بتحاول انها تكسب هذه البطوله. طريقه لعب فرق شمال افريقيا بتبقى مميزه جدا في الضربات الثابته، دايركت واندايركت فري كيكس هم بيبقوا مركزين فيها بشكل كبير جدا لانها من احد اهم الحلول الى المرمى. انت وارد جدا، انت شفت الترجي امام فريق النادي الاهلي في مصر في ملعب برج العرب، هدف الاولاني من ضربه ركنيه اتعملت على العرضة القريبة، حولها الراجل الشعلالي للراجل طه ياسين الخنيسي واحرز الهدف الاول. الهدف الثاني الشعلالي احرز الهدف من ضربة ثابتة،
كان في خطأ من حراسة المرمى، ولكن الفاول كان ضربة ثابتة. إذن الهدفين اللي استقبله شباك النادي الأهلي كانوا من ضربات ثابتة. طريقة لعب الفرق التونسية بتعتمد على التعامل الجيد والانتشار الجيد في الضربات الثابتة، سواء من ضربات ركنية أو من ضربات على حدود المنطقة أو من تسديدات من الضربات الحرة المباشرة. كل ده كان في تركيز من الكابتن طارق سليمان مع حراسة مرمى النادي الأهلي الممثلة في شريف إكرامي وأحمد الشناوي وأيضا أحمد عادل عبد المنعم. أيضا في خلال تدريب اليوم كابتن حسام البدري أجرى تقسيمة قوية جدا، وكان فيها حماس كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي. الكل يريد أن يحجز له مكانا في التشكيلة الرئيسية، ولما لا هشام محمد بعد نزوله في الشوط الثاني في لقاء الترجي التونسي ظهر بشكل مميز جدا، وارد أن يكون له أدوار. صالح جمعة من اللعيبة اللي دايما مميزة ودايما بيبقى ليها حلول لما بتكون موجودة. أيضا اللعيبة اللي بتلعب بشكل أساسي وهم عمرو السولية، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أزارو، أجاييه، عبد الله السعيد، أحمد فتحي، علي معلول، ورامي ربيعة، وأيضا سعد السمير، محمد نجيب. كل دول ما فيش خلاف عليهم، من الوارد جدا أن يكون موجودين، وعشان كده في حماسة في تدريب النادي الأهلي. الكل يريد أن يكون له مكان أساسي في تشكيلة النادي الأهلي اللي هتبدأ لقاء النجم الساحلي في سوسة. خلال المران حصل أن حسام عاشور جاله كدمة في الركبة، نتمنى له السلامة. كملش تمرين اليوم حسام عاشور، وهيبقى يتعمل له فحص طبي عشان يتحدد موقفه من المشاركة في التدريبات، وأيضا وضعية الإصابة وكيفية التعامل معها عشان يبقى فيه سرعة للاستشفاء والعودة مرة أخرى لصفوف الفريق. حسام عاشور للمرة الثانية بيخش التشكيلة المثالية لدوري أبطال أفريقيا في الكاف. الكاف يختاروا من أفضل اللعيبة اللي موجودة وشاركت في دوري أبطال أفريقيا. حسام عاشور لعيب أنا دائم الإشادة بيه، مسمار بيحل حلول دفاعية لكل منظومة الأداء في النادي الأهلي. وقت أي مكان بيحتاج فيه دعم دفاعي هتلاقي فيه حسام عاشور، بيعرف يغطي قدام الاثنين سردباكات اللي بيلعب أمامه بشكل كبير جدا، وبيبقى لهم حتى والنادي الأهلي معاه الكورة بيبقى له دور كبير جدا، لأنه موضوع الباس عنده بيبقى مميز بشكل كبير جدا. حسام عاشور من اللعيبة اللي ما لا غنى عنها. أيضا أحمد الشيخ جاله تقلص عضلي في عضلات الظهر وعانى في التمرين، وايضا لم يستطيع اكمال المران اليوم، ومن المنتظر انه برضه هيتحدد له مواعد عودته مره اخرى للتدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. احمد الشيخ برضه من اللعيبه المميزه اللي ابتدى يخش رويدا رويدا في اجواء فريق النادي الاهلي، هو محتاج يلعب بشكل جماعي افضل، محتاج يتعلم ازاي الجوانب الدفاعيه بشكل افضل، لان الكابتن حسام البدري خلى في كونيا في ايدنتيتي لطريقه لعب النادي الاهلي، وهي الهجوم ككل كتيم كتله واحده، والدفاع ككل ككتله واحده، ودايما ده اللي بنلاقيه في وجود وليد سليمان ومؤمن زكريا من افضل اللعيبه اللي بيحموا باكاتهم وبيأدوا الدور الدفاعي بشكل كبير جدا. ده ابرز ما جاء في تمرين اليوم. ايضا السفير المصري في تونس السيد نبيل الحبشي اللي بنشكره شكر كبير جدا، خاصة انه قام بدور كبير في تقديم الدعم لبعثة النادي الاهلي، ودايما كان بيحاول تذليل كل العقبات والتعاون المثمر مع سواء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الاهلي، او الكابتن سمير عدلي مدير العلاقات العامة، او حتى في وجود المهندس محمود طاهر رئيس البعثة ورئيس مجلس ادارة النادي الاهلي. كل الشكر لسيادة السفير على دعمه لبعثة النادي الأهلي. أدي أحمد الشيخ بعد ما شعر بألام في الظهر وخروجه للتعافي في من تمرين النادي الأهلي. كان في استشفاء للنادي الأهلي لكل لعيبة النادي الأهلي بعد مران اليوم، وده أمر طبيعي بيبقى فيه بعض التمرينات للاستشفاء عشان النادي الأهلي بعد الحمل الثقيل اللي عمله فيه تمرين النهاردة يبقى جاهز أنه يؤدي التدريبات القوية اللي هيجريها خلال الأسبوع حتى يوم المباراة. وطبعا تذكر حضراتكم دلوقتي بقيتوا ما شاء الله كلكم خبراء في هذا الأمر، بيبقى الموضوع الحمل بيعلى وبيوطى على حسب موعد المباراة وعلى حسب كابتن حسام البدري محتاج ايه من هذا التمرين. كابتن حسام البدري في تمرين في اليوم كان عامل حمل شاق، عشان كده كان فيه تمرينات استشفاء للاعبين عقب المباراة.
ده أبرز ما جاء في ميران اليوم اللي عرضنا لحضراتكم آخر استعدادات النادي الأهلي اللي إن شاء الله يكون له اليد العليا في لقاء يوم الأحد أمام النجم الساحلي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا الأفريكان تشامبيونز ليج. هروح من دوري أبطال أفريقيا، هروح من استعدادات الأهلي في تونس وهرجع للدوري المصري الممتاز والجولة الرابعة. صراحة الدوري المصري الممتاز النهاردة أقيمت في لقاء نادي الرجاء أمام فريق الإنتاج الحربي، واستطاع الكابتن مختار بالخبرة والحنكة وأيضا وإمكانيات لعبته بأنه تفوق على الرجاء في ماتش تسادو تماما بهدفين مقابل لا شيء. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، ما كانش فيه غير يمكن هجمتين لفريق الإنتاج وهجمة واحدة لفريق الرجاء، ولكن الشوط الثاني تسيد الإنتاج تماما وأحرز الهدفين اللاعب عمرو السعيد في الدقيقة 51 والدقيقة 57. الهدف الأول قدام حضراتكم أنا كنت تحدثت حتى مع كابتن مجدي عبد العاطي ومن قبل مداخل كابتن مجدي عبد العاطي وانا باشيد بهذا اللاعب عمرو السعيد وبقول ده مشروع مهاجم منتخب مصر. بص ازاي قدر يخطف المساك وخد الاربع خطوات في الكره العرضيه وحط من لمسه واحده لمسه الهداف، وهنا الفرود دايما لازم يكون عنده لمسه الهداف وقمه احساسه بمكانه عشان ياخد سرعه الكره وهي معديه ويحطها في الزاويه القريبه لحارس فريق النجاة. هذه الهدف الثاني، وادي القوة البدنية وادي السرعة، وبعد ما نجح في انه يتخلص من مدافع الرجاء وقف على الكرة وهدي قبل ما يحط الكرة ويعمل الفينش. في مهاجمين كتير جدا بعد ما خلاص اللاعب وقع قدامه المدافع يبتدي يتسرع وشوت في اي مكان وتشوت زي ما تيجي وحط فيها قوة، ولكن هنا وقفته على الكرة هي اللي خلت انه يقدر يحط الكرة في المكان اللي هو عايزه. ادي بره حضراتكم ادي ازاي ضرب الاوفسايد بالتحرك، وشوف هنا بعد ما المدافع خلاص تخلص منه وقف وقفه شاف مكانه هو فين، شاف الحارس فين، واختار يحطها في الزاويه البعيده عشان يحط الهدف الثاني. الهدف ده في ناس كتير قوي تشوفه ان هو سهل، هو مش سهل خالص، هو بالنسبه لمستوى عمر السعيد سهل، ولكن ان هو يقف على كورته ويحدد مكانه ويحط الهدف بهذا الشكل، احنا محتاجين في الكره المصريه هداف بمستوى عمر السعيد، هداف بموهبه عمر السعيد ما شاء الله. الناحية البدنية عنده قوية جدا، عنده سرعات وأيضا عنده لمسة تهديفية جميلة. عمرو السعيد الآن هو هداف الدوري المصري برصيد 5 أهداف في 4 مباريات، 5 أهداف في 4 مباريات، حالة جديدة جدا ومشروع لمستر هيكتور كوبر لازم يبص عليه بشكل كبير جدا. صراحة وجود كابتن مختار وجود واحد من أحسن أيضا الفرادة اللي كانت موجودة في الكرة المصرية مجدي عبد العاطي اللي دائما كان بيشيد بيه عمرو السعيد وبيعمل له تمرينات تخصصي، وادي نتيجة دعم لهذا اللاعب الشاب. وبرضه يحسب للكابتن مختار انه بيدي فرص لمهاجمين شباب، لان الكل في مركز الكابتن مختار هيروح يشتغل على الفرود الافريقي، ولكن الراجل وثق في هذا اللاعب، شاف فيه موهبه جديده جدا مش بس هيقدمها للانتاج الحربي ولكن هيقدمها للكره المصريه، حاجه جميله جدا. ونتمنى دوام التالق لعمرو السعيد عشان يعني يبقى له دور كبير جدا مع منتخبنا الوطني. افكر حضراتكم ان بعد هذه النتيجه الانتاج الحربي بيتصدر الدوري العام برصيد 8 نقاط بعد هذه النتيجه، والرجاء بقى خساره لكل اللقاءات اللي لعبها بالمركز الاخير برصيد 0 من النقاط. وفي كلام ان تم الاستغناء عن خدمات الكابتن خالد القماش، والبعض كان يتحدث عن اقاله خالد القماش حتى اثناء سير المباراه، ودي حاجه من الحاجات اللي برضو حابب اتكلم عليها، لاني للاسف بعض وسائل الاعلام بتبقى سريعه جدا في انها بتسيطر على قرارات بعض الانديه في قرار اقاله مدرب او الابقاء عليه. الكابتن خالد القماش لم يحظى بدعم كبير جدا داخل فريق الرجاء من حيث اللعيبه، وما شفناش موضوع استخدام لعيبه. انا ما بدافعش على الكابتن خالد القماش، ولكن انا بقول لحضراتكم ان بيحدث بعد نتيجه او اثنين او الثالثه بتكون سلبيه بتبتدي وسائل الاعلام تتكلم عن اقاله حتى قبل ان يكون في هناك قرار بالاقاله داخل مجلس اداره هذا النادي. ودي من الحاجات اللي يجب ان تتلاشى بقى
وسائل الاعلام انها تعملها، لان كل نادي عارف كويس قوي لما بيجي ينقي مدرب بينقيه ليه، ولما يجي يستغنى عنه ممكن يكون له فرصه. ووارد جدا، انا عايز اقول لحضراتكم ان في نجوم كبار كانت خلاص على وشك الاقاله، وما بين شوطين غير مجرى لقاء ومشيت معاه وابتدى يصنع تاريخ لهذا النادي. نتمنى ان هذه الظاهره انها تبعد من الكره المصريه. اروح لحضراتكم للجانب الاخر بقى، عايزين نشوف الجانب الاخر. الصحف التونسيه ماذا قالت عن النادي الاهلي ومواجهه النادي الاهلي في هذا اللقاء؟ جريده الصباح التونسيه بتكتب: النادي النجم يستعد للاهلي والساحل يعيش نهائيا قبل الاوام بعد حصه ضعيفه لازاله الارهاق. ده معنى ان هي ما كانتش تمرينه قويه جدا. أول أمس الاثنين شرع النجم انطلاقا من السادسة مساء الثلاثاء في الإعداد الموعد المرتقب ضد الأهلي المصري في إطار ذهاب نصف النهائي الكأس رابطة الأبطال الأفريقية، والتي تقرر إجراءه يوم الأحد مساء بداية من السادسة والنصف في أي في نفس الطريق والتوقيت لمقابلة الأحد الماضي ضد أهلي طرابلس. يعني كان في نفس موعد المواجهة أمام أهلي طرابلس اللي كسبها فريق النجم الساحلي وتأهل لمواجهة النادي الأهلي. ايضا قالت ان في عنايه كبيره جدا ومتابعه مستمره للمصابين اللي موجودين، واضافه الى رامي البدوي وكذلك غازي عبد الرازق اللي كانوا بيعاني من الاصابات. ايهاب المساكني ايضا كان بيعاني من الاصابات، وطبيب الفريق فيصل الخشناوي بيقوم باللازم لاعداد هؤلاء اللاعبين. ايضا قالت ان في خط الدفاع في حاجه الى تعهد، وذكرت ان شباك البلبولي حارس مرمى فريق النجم الساحلي كانت عذراء طيله الثلاث لقاءات الاخيره في سباق كاس الكؤوس الافريقيه، وانه ما لم يذق النجم طعم الهزيمه منذ بدايه التصفيات في الموسم الماضي، الا ان المحللين الفنيين والمدربين وقدماء اللاعبين بيقول ان دفاع النجم في حاجه الى عنايه وتعهد، وبيواجه فرقه قويه جدا زي النادي الاهلي ويجب ان يكون على أهب الاستعداد. ده أبرز ما جاء في جريدة الصباح التونسية. خلينا نروح لجريدة الشروق، وقالت: تعبئة جماهيرية استعدادا للفراعنة. النادي الأهلي بيمثل مصر، ومصر لقب منتخبها هو الفراعنة، فعشان كده يعني قالوا هذا اللقب على النادي الأهلي. وقالت إن دون الحصول على راحة لالتقاط الأنفاس انطلقت المسيرات التحضيرية للنادي الأهلي من قبل النجم الساحلي، وقالت ان قوة الجمهور هيبقى ليها دور كبير جدا في ان خلاص 20,000 تذكرة تم بيعها، وهيكون في حشد جماهيري كبير جدا في هذا اللقاء. كل هذه الامور كانت ابرز ما جاء في قوة الجمهور عن طريق جريدة الشروق. وايضا قالت تعويض اصابة رامي البدوي في مباراة الاحد الماضي دي من الحاجات اللي لازم يفكر فيها المدير الفني الفرنسي لهذا الفريق. وايضا قالت ان في تحكيم جابوني وهو اوتوجو كوستيني لاداره المباراه، عايزين يشوفوا ان هذا الحكم يعني بيتمنى ان هو يكون موفق زي ما احنا كنا بنتمنى توفيق الحكم في هذا اللقاء. ده ابرز ما جاء في جريده الشروق التونسيه. ايضا قالت ان السفير المصري نبيل الحبشي كان أحذر من جماهير النادي الأهلي من وجود شماريخ، وذكرت أن أنيس بوجلبان لاعب الصفاقسي التونسي ذهب إلى تمرين النادي الأهلي وحفز لعيبة النادي الأهلي لهذا اللقاء. ده أبرز ما جاء في جريدة الشروق التونسية اللي ذكرت آخر استعدادات النجم الساحلي. ولكن خلينا أقول لحضراتكم أن النجم الساحلي من غير الاصابات او بالاصابات فريق لا يستهان به. برضه هذكر لحضراتكم وجود اللاعب حمزه الاحمر، اللاعب بنجوره، دول من ابرز العناصر اللي بيعتمد عليها النجم الساحلي، اضافه الى الظهيرين الظهير الايسر والظهير الايمن، هم دول اهم العناصر الهجوميه، بالاضافه الى اللاعب المصري عمرو مرعي اللي ان شاء الله يعني زي ما قال النجم طبعا انيس بوجلبان ان شاء الله تكون مربوحه للنادي الاهلي. نروح لدوري ابطال اوروبا الى طبعا تشامبيونز ليج، اقوى البطولات في الكره الارضيه الان. كان في مواجهه قويه جدا الصراحه على ملعب بارك دي فرانس في
فرنسا، باريس سان جيرمان يسحق بايرن ميونخ بثلاثيه قاسيه. في لقاء ما بنشوفش فيه بايرن ميونخ بيشيل كتير يعني بهذا الرقم، ثلاث اهداف مقابل لا شيء، ده هيفي سكور، ده نتيجه ثقيله. مدير الفني المخضرم كارلو انشيلوتي اللي قاد من قبل فريق اي سي ميلان للحصول على دوري ابطال اوروبا، ايضا ده كان مرتين، وايضا قاد فريق ريال مدريد للحصول على دوري ابطال اوروبا، ولكن هذا اليوم لم يكن يوم انشيلوتي، لم يكن يوم ليفاندوفسكي، لم يكن يوم روبن، وكان يوم نيمار وكافاني وداني الفيش. افتتح التسجيل فريق باريس سان جيرمان عن طريق اللاعب داني الفيش في الدقيقه 31، ثم نجح نيمار دي سيلفا من الهدف الثاني، كانت تمريره جميله جدا من نيمار لداني الفيش عشان يحطها في المرمى. طبعا بايرن ميونخ يفتقد حارسه مانويل نوير، وده الحارس البديل. صراحة الهدف الثاني أحرزه إيدسون كافاني، هدف جميل جدا 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 من النجم المهاجم الأورجواياني قبل أن يحرز اللاعب نيمار بعد متابعته لتسديدة اللاعب امبابي، ويحرز الثلاثية لفريق باريس سان جيرمان على فريق بايرن ميونخ. ولقاء كان صعب وقاسي على الألمان، وكنا شفنا حتى كارل هايز رومينيجا واحد من نجوم بايرن ميونخ في تاريخه، وازاي انعكاس نتيجه اللقاء على بايرن ميونخ. ولكن رغم هذا الفوز، باريس سان جيرمان بيتصدر المجموعه، ولكن بايرن ميونخ عنده ثلاث نقاط. سلتك النهارده كسب اندرلخت ثلاث اهداف مقابل لا شيء، ولكن في فرصه كبيره جدا للتعويض، واعتقد ان اللي هيتاهل من هذه المجموعه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في هذه المجموعه. نروح لفريق برشلونه الاسباني اللي كان بيواجه سبورتنج لشبونه ولكن في البرتغال. خلينا اقول لحضراتكم، فريق برشلونه تقدم بهدف مقابل لا شيء، ولكن اي مواجهه ما بين انديه اسبانيا وانديه البرتغال ده ديربي. اي مواجهه ما بين منتخب اسبانيا وما بين منتخب البرتغال ده ديربي، وده على طبعا ديربي شبه جزيره ايبيريا. التقارب الكبير جدا ما بين البلدين هو اللي بيخلي مواجهتهم في منتهى الصعوبه. برشلونه واجه خصم ما كانش سهل، واجه خصم ذهب الى المرمى وضيع فرص، ولكن فريق سبورتنج لشبونه كان ند، وحتى الهدف احرزه من نيران صديقه لاعب سباستيان فاتس احرزه في مرماه لاثر متابعه كمان اللاعب سواريز في الكرة العرضية اللي كان رفعها ميسي عشان يتفوق برشلونة في هذا اللقاء بهدف مقابل لا شيء، ويصل إلى النقطة 6 لأنه كان كسبان اليوفي في اللقاء الأول بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وكان ميسي نجم هذا اللقاء. أكمل مع حضراتكم والشامبيونز ليج، والنهاردة تشيلسي أيضا حقق فوز مهم جدا جدا وصعب جدا جدا على أتلتيكو مدريد على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف. الهدف الثاني جاء في الدقيقه 91، كان تقدم فريق اتلتيكو مدريد بضربه جزاء احرزها اللاعب الفرنسي انطوان جريزمان، ثم تعادل النجم موراتا من كره عرضيه. كان ابتدت الدقيقه 13 اللاعب جريزمان في احراز الاهداف، ثم نجح موراتا في الدقيقه 60 بعد ما تلقى كرة عرضية جدا بعد عودة اللاعب البلجيكي الحريف الصراحة الموهوب ايدن ازار، عمل عرضية ومراتا نجح انه يحولها في الشباك. في الدقيقة 90 احرز المهاجم البلجيكي باتشواي الهدف الفوز القاتل لفريق تشيلسي على اتلتيكو مدريد عشان يديله الفوز الثاني على التوالي، وتصدر المجموعة تشيلسي برصيد 6 نقاط، ثم روما 4 نقاط اللي فاز على فريق كارباخ بتاع أذربيجان بهدفين مقابل هدف، وده أبرز ما جاء في هذه المجموعة. كمل مع حضراتكم باقي النتائج. بازل عمر جابر تفوق على بنفيكا البرتغالي بـ5 أهداف مقابل شيء، هذا سكور كبير جدا. سياسكا موسكو سقط أمام مانشستر يونايتد، وجوزي مورينيو في موسكو تفوق مانشستر يونايتد بـ4 أهداف مقابل هدف، واليوفي تفوق على أولمبياكوس اليوناني بهدفين مقابل لا شيء. دي كانت النتائج دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج.
في لقاء في اللي كانت وحصلت في لقاءات اليوم. صراحة مفاجأة كبيرة جدا تفوق تشيلسي على فريق أتلتيكو مدريد على أرض وسط ملعبه، لكن هو دي دوري أبطال أوروبا دايما بيبقى فيها المفاجآت. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.